الذين يعيبون علينا بأننا لسنا من أهل سنة رسول الله، المشكلة فيهم، نحن أهل سنة رسول الله. وهذه الأحاديث وهذه الروايات التي تتحدث عن الإمام، لو كان نصف رواية من النبي وقال إن هنالك حجة لله وأن الله على يديه يحقق وعوده لجميع أنبيائه، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، لا يتحدث عن مكة أم القرى، لا يتحدث عن المدينة، لا يتحدث عن قرية، لا يتحدث عن قارة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض إضافة إلى أن وعود الله لأنبيائه لأغلبن أنا ورسلي، هذا النوع من الوعود لم تتحقق بعد. لا يقول النقائل كيف تقول هذا الكلام وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مقدار ما كان يحكمه النبي كان بسيط، عبارة عن مكة ويمن والبحرين. هل تحقق وعد الله لأغلبن أنا ورسلي؟ والنبي حينما يتحدث عن الإمام يتحدث عن العدل في كل زاوية من زوايا الأرض يملأها.